نواصل معاكم حكاية من حكايات العمل الخيري بعنوان منحهم مأوى. فعلا اليوم المأوى شيء كبير وخاصة للأرامل وأيتامهم. اليوم بفضل الله عز وجل يعيشون عيشة سعيدة في ظل هذه قرية، قرية شرق اللي ضمت 100 بيت وقرى أخرى تضم أيضا من 100 إلى 150 بيت. اليوم يعيشون عيشة سعيدة داخل هذه القرية ويؤمنون على أنفسهم وعلى بناتهم داخل هذه القرية. إحنا سعيدين أكثر مما هم سعيدين. اليوم إحنا كأن إحنا اللي في أمان مو هم اللي في أمان، لأن هذول خواتنا وبناتنا وأيضا أولادنا. ما قصرتوا، وقفتوا وياهم وقفة اللي أمنتوا هذه البيوت لهؤلاء الأرامل وأيتامهم، فكثر الله خيركم وبارك الله. مثل ما احنا شايفين هذه الأرملة مع أبنائها الخمسة، هذول ثلاثة، واحدة في الداخل واحدة تدرس في الجامعة. هذه الأرملة كانت في مدينة إسفانة تبعد عن بشكك ما يقارب 17-18 ساعة بالسيارة. وهذه القرية أنا رحت لها وزرت هذه الأرملة بعد ما حدثوني إنها محتاجة لأبسط الأمور، من الأكل، من السكن، من اللبس، الملابس لأبنائها، تدريسهم. فقلت توكع على الله نروح لها. فرحت وصلت لها، وكان في بالي حقيقة شيء يعني بالنسبة لبيتها، ووجدت عكس ما كنت أفكر فيه أنا. وجدت بيت على جال النهر، نصه ساقط وباقي النص الآخر كانوا على خطر يعني إنهم يسكنون في هذا البيت. فجلست مع هذه الأرملة ويا أبنائها ذاك الوقت وتحدثنا، وشفت شنو ظروفها، ووجدت إنها تستحق إنها تعطى يعني بيت من البيوت اللي ساهموا فيه أهل الخير والمحسنين. وهذا الواحد يعني يفكر إنه يعطي هؤلاء الأرامل والأيتام أمل في هذه الحياة، يعطيهم سعادة، يفرج عنهم علشان ينتجون ويسترون على بناتهم ويعلمون أبنائهم. فعلا هذا البيت تمكين لهم، ستر لهم. تفرغ الأم لتربية الأبناء، تفرغ الأم لتعبد الله عز وجل، تفرغ الأم إنها ما تعمل طول الشهر علشان تجيب لقمة العيش لأبنائها، وأيضا شلون تفكر بتسديد إيجار الغرفة اللي تسكنها. يعني لو نبي نتخيل إن كل هذه الأمور يمكن تحتاج إلى من 30 إلى 40 إلى 50 دينار بالشهر، هذا بالنسبة لنا بسيط بفضل الله عز وجل، لكن بالنسبة لهذه الأرملة وغيرها من الأرامل لا، شيء كبير بالنسبة لها. شلون تسدد؟ شلون تبي تجابل هذول اليهال؟ شلون تبي تقعد مع اليهال؟ شلون تبي تدرسهم؟ شلون تبي توصلهم مدرسة؟ شنو الباص اللي بياخذهم؟ كم يبي ياخذ هذا الباص؟ يعني أنا قبل كم يوم كنت عند مجموعة من الجامعيين فسألت ايش كثر ياخذ عليكم الباص؟ بعضهم ياخذ 800 سوم اللي هو يعادل تقريبا 3 دنانير طول الشهر، وبعضهم لا 6 دنانير. هذه إذا عندها 4 أبناء يروحون المدرسة، نقول 3 مدارس إذا بيروحون المدرسة، احتاج لها راتب كامل حق بس مصروف الباص. فشلون تبي تقضي هؤلاء الأيتام؟ شلون تبي تجابلهم؟ شلون تبي ترعى هؤلاء الأيتام؟ أخواني وأخواتي الكرام، أنتوا سويتوا شيء كبير، شيء عظيم لهؤلاء الأرامل. دفعكم المبلغ، هذه الصدقة الجارية
اللي تبي تكون جبل بإذن الله تعالى يوم القيامة، سويتوا شيء كبير وخففتوا العناء عن هذه الأرملة اللي كان بيتها بيسقط على جال النهر، ما باقي شيء فيه. والله أذكر ذاك الموقف لما أي أوقف السقف يعني باقي يمكن 10 سنتي وأحوش السقف، لأن البيت يعني سيء وقديم وخرابة وكل ما فيه ما في مقومات الحياة اللي الواحد يعيشها. أذكرها غرفة صغيرة وصالة صغيرة، حتى لما قعدت فيها قاعد أقول شلون عايشين هذولي في هذا البيت. فقلت لها أبشري، أهل الخير ما راح يخلونك لا براتب شهري ولا بسكن لك ولأبنائك الأيتام، وبفضل الله عز وجل ثم فضلكم أنتم أخواني وأخواتي الكرام أمننا لها هذا البيت اللي اليوم هي تعيشه مع أبنائها. والله سعادة ما بعدها سعادة، يمكن إحنا سعيدين أكثر مما هي سعيدة بهذا البيت، لأن قاعدين نشوف ظروف هذه الأرملة في السابق شفناها اليوم أصبحت تعيش في قصر بالنسبة لها. والله أذكر مرة من المرات في أول بيت بنيناه لأرملة كنت أسأل المدير التنفيذي وأقول له، كأن فشل غرفتين وصالة، أقول له، قال لي شيخ محمد ترى هذا بالنسبة لهم قصر ما يملكه أي واحد، حتى اللي معاشه كبير ما يملكه. قلت الحمد لله رب العالمين. فاليوم فعلا لما أنا تجولت وتفقدت أكثر من 1000 أرملة داخل هذه الجمهورية ووجدت معاناتهم، عرفت أن هذا البيت وهذا المأوى قصر بالنسبة لهم. اليوم المبلغ اللي قاعدين تدفعون أخواني وأخواتي الكرام فعلا في محله وفي مكانه، وراح تستفيد منه هذه الأرملة وأيتامها، راح البنات ينسترون في هذا البيت والأولاد يتعلمون والبنات أيضا يتعلمون. بنهاية حلقة حكاية من حكايات العمل الخيري وبعنوان منحهم مأوى، مثل ما أنتم شايفين سعادة هؤلاء الأرامل وأيتامهم بهذه البيوت الجميلة. أسأل الله عز وجل أن يجمل حياتكم وأن يبارك في أعماركم، وموعدنا معاكم في حلقة جديدة من حكاية من حكايات العمل الخيري.